Hi Azza, I'm looking forward to our trip to Ran Garden. The garden opens at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by car. What time shall we come to get you? The online reviews are fantastic. The garden is very big and there is lots to see. Make sure that you wear comfortable shoes. I'm sending you a map of the garden. You can see wild flowers and plants from all over the country. There is also a small lake and a museum. What would you like to see first? We could bring some food with us, or we could go to the nearby cafe for lunch. What would you prefer? There is also a lovely shop near the garden that sells pottery and jewelry. ريم. طبعا ريم بترحب بعزة، بعت لها رسالة بتقول لها أنا متطلعة ومتشوقة لرحلتهم لحديقة عمران. الحديقة بتفتح الساعة 9 صباحا، توصل لها بعد ساعة من المكان اللي هم فيه. يعني بتسألها عن الوقت اللي تيجي لها تاخدها فيه، بتقول لها ان التعليقات على الحديقة على النت ممتازة، رأي الناس فيها يعني في حاجات كتير ممكن تتشاف هناك. بتقول لها البسي حذاء مريح عشان اكيد هيتمشوا كتير. قالت لها هرسلك خريطة للحديقة، فيها أزهار برية ونباتات من كل أنحاء الجمهورية، كمان في بحيرة ومتحف. بعد كده بتقول له ممكن نجيب أكل معنا أو ناكل في أقرب كافيه نتغدى. يعني في حاجات هناك قريبة من الحديقة، فيها الفخار البوتري وفيها مجوهرات. بس بتقول أشوفك إن شاء الله يوم السبت. كلمات المهمة: بوتري اللي هو الفخار، جوليري اللي هو المجوهرات. بس كده، دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.